أكدت الحكومة أنه تنفيذ لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف الأعباء عن المواطنين والعمل على تحسين مستوى معيشتهم، فقد تم تخصيص أكثر من نصف إيرادات الدولة المتوقعة في الموازنة الجديدة للعام المالي القادم للإنفاق الاجتماعي على الدعم والحماية الاجتماعية والتنمية البشرية. أضافت الحكومة أنه تم استيفاء نسب الاستحقاق الدستوري للصحة ب 496 مليار جنيه، والتعليم قبل الجامعي ب 565 مليار جنيه، والتعليم العالي والجامعي ب 293 مليار جنيه، والبحث العلمي ب 140 مليار و100 مليون جنيه. في هذا الإطار أكدت الحكومة أنه تم تخصيص 635 مليار و900 مليون جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في موازنة العام المالي الجديد، مقارنة ب 532 مليار و800 مليون جنيه تقديرات متوقعة للعام المالي الحالي بمعدل نمو 19.3%. أعلنت الحكومة توريد نحو 1,800,000 طن قمح محلي من المزارعين منذ بدء موسم الحصاد في 13 من إبريل الماضي وحتى الآن. أكدت الحكومة استمرار نقاط التخزين في استلام المحصول من الموردين خلال إجازة شم النسيم، منوهة بأن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي لثلاثة أشهر كاملة. هذا وصلت الصوامع والشون بمحافظة بني سويف استلام محصول القمح المحلي لموسم 2024 من خلال لجنة شكلت لاستلام محصول القمح، وتم تجهيز مواقع الاستلام والتخزين على مستوى المحافظة بطاقة استيعابية تزيد عن 250 ألف طن. وسط تيسيرات تقدمها الحكومة للفلاحين وموردي القمح، تواصل الصوامع والشون بمحافظة بني سويف استلام المحصول لموسم 2024. مواقع الاستلام والتخزين على مستوى المحافظة تم تجهيزها بطاقة استيعابية تزيد عن 250 ألف طن، حيث تم إعداد خطة لتوزيع الكميات المتوقع إنتاجها على ساعات التخزين بكل مركز مع مراعاة البعدين المكاني والزمني. احنا متواجدين هنا في صومعة سيتس تبع للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، من الصوامع الرئيسية داخل محافظة بني سويف اللي ساعتها التخزينية بتصل ل 60 ألف طن. إن شاء الله مستهدف إن احنا نستلم فيها لحد 50 ألف طن وأكتر إن شاء الله. احنا استلمنا لغاية دلوقتي من بداية الموسم ما يقرب من حوالي 25 ألف طن، وإن شاء الله هنكمل المستهدف بتاعنا ونزيد بإذن الله. إن شاء الله موسم مبشر بالخير، والإنتاجية السنة دي إن شاء الله كويسة، والتوليد ماشي كويس جدا. عندنا استعدادات واستقبال للقمح على مدار اليوم، وبنسهل العميل من اول لجنه الفرز لحد ما يدخل يفضي القمح ويعدى القمح ويطلع وبياخد مستحقاته على مدار 48 ساعه. ويبلغ اجمالي المساحه المنزرعه قمحا داخل محافظه بني سويف هذا العام 120 الف فدان، ويتم فرز القمح وتحديد درجه نقاوته بواسطه لجنه مشكله من عدد من الجهات المختصه. نسب التوريد في صومعه سيتس مقارنه بالعام الماضي زادت بنسبه 25%. في نفس اليوم في العام استلمنا 1200 طن، النهارده الحمد لله استلمنا 1700 طن. التوريد بدا يزيد الحمد لله، وكل الجهات المعنيه بالدوله بتوصي صومعه سيتس بتوفير مستحقات الموردين والمزارعين خلال 48 ساعه. والحمد لله يعني المعامله كويسه والشغل تمام، وكل المزارعين مبسوطين من التوريد هنا والمعامله مع الموظفين هنا داخل الصوامع. وبنشكر برضو السيد رئيس الجمهوريه على انه زود الارداب برضو عن السنه اللي فاتت 500 جنيه. وبلغت اسعار استلام ارداب القمح من الفلاحين والموردين هذا العام 2000 جنيه للارداب درجه نقاوه 23.5، و1950 جنيها للارداب نقاوه 23 درجه، و1900 جنيه للارداب نقاوه 22.5 درجه. ذكرت وزارة المالية السعودية أن المملكة سجلت عجزا في الميزانية قدره 12 مليار و300 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري، وهو ما يوازي 3 مليارات و300 مليون دولار. أضافت الوزارة السعودية أن الإيرادات النفطية بلغت 181 مليار و800 مليون ريال في الربع ذاته، في حين بلغ إجمالي إيرادات السعودية 293 مليار و400 مليون ريال في الربع الأول، بينما بلغ الإنفاق العام 305 مليارات و800 مليون ريال.
في الكويت تباطأ نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط خلال أبريل الماضي بالمقارنة مع مارس، ما يشير إلى تحسن أقل في ظروف العمل في القطاع في بداية الربع الثاني. أشارت وكالة ستاندرد أند بورز إلى أن مؤشر مدير المشتريات في الكويت قد تباطأ إلى 51.5 نقطة في إبريل من 53.2 في مارس، على الرغم من أن القطاع حافظ على تحسن في وتيرة نشاطه على مدى 15 شهرا متتالية. أغلقت أسواق الأسهم في منطقة الخليج على ارتفاع في بقيادة البورصة القطرية بعد أن عزز تباطؤ نمو الوظائف في الولايات المتحدة في إبريل أمال خفض أسعار الفائدة الأمريكية مبكرا، وارتفع المؤشر القطري الرئيسي بنسبة 0.8% بعد خسائر للثلاث جلسات متتالية. كان أداء جميع القطاعات إيجابيا، وكذلك صعد المؤشر السعودي بنسبة 0.2% للجلسة الثانية على التوالي، مدعوما بمكاسب في قطاعات التمويل والصناعة والسلع الاستهلاكية والطاقة. أظهرت بيانات رسمية أن إسبانيا استقبلت 16 مليون و100 ألف سائح في الربع الأول من العام الجاري، ما يمثل نموا بنسبة 17.7% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وذكرت البيانات التي أصدرها المعهد الوطني الإسباني للإحصاء أن عائدات السياحة في الربع الأول من العام بلغت 21 مليار و900 مليون يورو. كانت أسبانيا قد استقبلت 85 مليون و100 ألف سائح في العام الماضي 2023، محققة بذلك رقما قياسيا تاريخيا. ارتفعت صادرات الصين من الهواتف الذكية بنسبة 6.5% على أساس سنوي لتبلغ 69 مليون و300 ألف وحدة خلال الربع الأول من العام الجاري، كما شهد السوق الداخلي أرقاما أفضل من المتوقع، خاصة وأن احتفالات العام القمري الجديد في الربع الأول من العام حفزت من مستوى الطلب على الأجهزة المنخفضة والمتوسطة السعر. عودة مشاهدين الكرام إلى إيمان وصحر واستكمال ما تبقى في نشرتنا من أخبار. شكرا لك مصطفى.